خير، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه ازيك؟ ازيك؟ تمام، كويس، كله تمام، كله تمام. طيب اتعرف بيكي؟ واحدة معجبة بشخصيتك جدا جدا. ربنا يعني ربنا يخليك. انا غلبان خالص على فكرة، الناس فاهماني غلط. لا بجد والله، واحدة بجد شخصيتك بجد يعني معجبة بيها جدا. ربنا يبارك فيك، بسمعها كتير جدا. ربنا يبارك فيكي ويخليك يا رب، ميرسي، بتشجعيني كده. طيب كم سنة؟ 18. 18 سنة، مرتبطة؟ ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا؟ لا عادي، ارتباط عاطفي. ارتباط عاطفي. طيب اتفضلي تحت امرك. بما ان بقى ان المشكلة بتاعت اللاوت يعني بتاع الحلقة النهاردة هي اصلا اساسها، فقررت اكلمك يعني. انا بصوتك كده يعني من بعد بقى انا 3 سنين. طبعا ممكن تقول شويه ان هي مش متوازنه قوي، عشان درست يمكن عندي مثلا 15 سنه. يعني ممكن حد انت تقول كده يعني اتسرعت شويه في البدايه. لا حضرتك ممكن تقول كده بس يعني، بس هي متوازنه. طيب ماشي جدا يعني. اوكي. لا والله مش بالنسبه لي، بس هي بجد العقل فيها متمكن اكتر بكتير. طيب جميل. المهم ف من فتره حصل يعني ضغوطات شويه عليه، شوية مشاكل، شوية تخبطات في حياته، شوية حاجات كده مع صحابه. مهم يعني كانت طبعا الحاجات دي توصل لي وتتحك لي كلها. اي حاجات تتحكي، اي حاجة بعرفها، اي حاجة حتى لو صغيرة يعني، ممكن مش في اي مشكلة من الناحية دي. بس بعد فترة ما كانش في اي حاجة بقى متضايق ليه، ما فيش اي حاجة، هو كده. فانا اللي هو بدات امل يعني، انا ما بحبش. انا طب هسالك، مفيش؟ طب ما تقعدش بقى تبقى متضايق قصادي، حتى لو كده مع صاحبتي مع جارتي. جيت اسال طب ليه، طب مش عارفه ايه. طبعا مبررات كتير. جت بقى اخر فتره دي، اخر مثلا 3 شهور، من 3 شهور، كل بقى ما يبقى في حاجه نبعد بقى اسبوعين، 3، شهر. بعد الشهر طبعا ما بتكلمش نهائي، انا خلاص بعت، خلاص براحتك مع نفسك يعني. الاقي بعد كده مكالمه، معلش اصل مش عارفه حصل، اصل وصل، برضه ما يتحكيش حاجه، حصل وصل وخلاص، اي كلام يعني. فانا اقول عادي، يقول لك اي كلام عشان يصلح بيه الموضوع. فانا اقول عادي مش مشكله. يجي بعد كده يحصل حاجه اسبوع. في ايه؟ مفيش حاجه. طب ليه؟ عادي، دي حاجة جديدة جدا بقالها 3 سنين. بقالكوا 3 سنين على الحال ده؟ لا، حاجة جديدة ما حصلتش من 3 سنين. هي حصلت جديدة كده. اخر مرة بقى بقالنا كده اسبوعين بالظبط، برضو نفس الحوار، متضايق ليه، في ايه. انا يعني بعذر عشان انا عارفه ان تخبطات الحياه معايا، فبعذر. عارفه في مشاكل معينه هو ممكن مش بيحكيها، انا عارفاها فبعذر، بس مش اكتر. لو غير كده انا ابعد وخلاص بقى، بحب وكل حاجه، بس معلش يعني طالما بقى الاقي في كده، وانا برضو في ثانويه ويعني محتاجه برضو. هو عنده كام سنه قلتي؟ 20. 20 سنه. هو في دخل الجامعه يعني. اوكي. ولما دخل الجامعه حسيت ان بدا يحصل فيه تغير؟ لا لا، مش من كده. هو الكلام ده جديد، بس مش عارف. بس هو فعلا في مشاكل، وفي انا عارفه كل ده. وفي ان الحياه ضايعه بالنسبه له، وفي ضايعه في يعني ايه الحياه؟ ايه اللي مضيع الحياه؟ مشاكل عائليه بالنسبه له، مشاكل حياتيه بالنسبه له. مامته تعبانه جدا، تعب يعني تعب وحش. بابا برضو نفس الحكايه، فمتاثر طبعا، حالته النفسيه متاثره بكده. مشاكل كتير قوي حصلت مع اصحابه ويعني اتدبس فيها. دي اللي اعرفه من الاول. غير كده الجديد بقى انا ما اعرفوش. كل ده حاجه، والحاجه الثانيه بقى ان انا اخد خطوه ابعد وخلاص بقى، ابعد من الوجود بقى في حياته، ومش هرجعها تاني. اعتبر ان كل الحاجات دي بقى تلاكيك، اعتبر نفسي تلاكيك، ولا اعتبرها برضو ان هي مشاكل وان انا ابقى معاه وان انا لا افضل مكمله بس وبعدين اخرتها. لو انا اعرف اخرتها ان هي يعني مجرد فتره ملهاش اخر، ملهاش اخر. تعالي اتكلم بصراحه ولا اضحك عليكي، هكلمك بصراحه، ملهاش اخر.
واحد غرقان في المشاكل مع باباه ومشاكل مع مامته صحيا. وقد تكون المشاكل دي عادية في كل بيت ناس كتير جدا، أبوه عيان وأمه عيانة وهم عايشين وبياخدوا دواء الضغط وبياخدوا دواء السكر وبياخدوا دواء القلب وهم عايشين. يبقى أنا بدل ما عك حياتي أحاول أجتهد علشان أفرح الناس الكبيرة دي، أحاول أساعدهم. عنده مشاكل مع أصحابه يبقى أساسا إنسان لا يجيد التصرف ولا عنده حسن التصرف ولا قادر يتعايش مع الجو المحيط دي. بيطبق المشاكل دي عليكي كل يوم والتاني يقعد يقولك لا انا زعلان لا او ينسحب شهر وبتاع، والموضوع اصله طول. وسوري في الكلمه، في اكسبريشن كده انا ما بحبش اقوله ولكن الناس بتقوله كتير، بيقولك الموضوع لطلط يعني خلاص بقى هتعك. فالموضوع ده مش هيستمر بالشكل ده، هتفضلي في هات وخد ومهاترات يمين وشمال ومش هتوصلي لاي نتيجه، يمكن توصلي لجرح كبير في النهايه. انا بقولها لك، الحل الوحيد انه يلتزم ويتظبط ويحترم الطرف التاني ويحترم حياته ويحترم مستقبله ويخطط صح وياخد خطوات صح تبقى انت شايفاها صح، تبقى شايفة ان البني ادم ده بيبني مش بيهد، وياريت حتى لا بيهد ولا بيبني، ده لا على بارد ولا على سخن، يعني له نافع يبقى عدل ولا نافع يبقى وحش، دي اسوأ بكتير لان الوحش باين والحلو باين، انما العايم ده ملوش طعم وهيعوم حياتك كلها معاك.